إذن قوة تماسك النظام الإداري للنادي الأهلي، وده مهم جدا، قوة تماسك النظام الإداري في سيستم عمل كبير موجود، وحدة الجهاز الفني واستقراره. الأهلي واحد من 3-4 فرق بس اللي هي ما غيرتش مدرب، القطع الغيار الكافية من اللاعبين الأكفاء اللي قادرين يواصلوا مع كل هذه الإصابات، ده برضو سمة من سمات أو سبب من أسباب هذا العشق. ثم دايما وأبدا النظام، عندك لائحة، عندك انضباط، عندك مدير كورة، عندك مدير فني، عندك لعيبة، عندك جمهور واثق، عندك هدف أنت بتسعى إليه. كل هذه المقومات شكلت هذا السر الكبير في العشق بين الأهلي والدوري، اللي خلت النادي الأهلي ياخد اللقب 42 ويكون أقرب منافس ليه وهو نادي الزمالك الشقيق، عنده 12 دوري. الفرق بين الأهلي والزمالك 30 بطولة كاملة في الدوري، 30 بطولة، ده رقم محتاج يدقق عالميا، لأنه مش هتلاقي كتير في العالم في فرق بين البطل والوصيف له في تاريخ البطولة ما يزيد على الثلاث أضعاف. هو ده النادي الأهلي، وهذا هو سر العشق الدفين بين الأهلي والدوري.